السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه باتنا اللي نقف على الاشغال تاع السد بوزينه اللي يقع في بلديه بوزينه اذا بولايه باتنا، واللي بمناسبه زياره والي الولايه الى هذا المشروع اللي يعني الاشغال تقرب من النهايه تاعها. اذا نخليكم تتابعون الفيديو هذا عن هذا السد الهام جدا خاصه في الولايه الداخليه اللي يعني تحتاج الى السدود، مياه تاع السدود، مع انه الولايات الساحليه عندها محطات تحليه المياه والصحراء عندها الابار. اذا هذه الولايه الداخليه لابد تطوير الشبكه تاع السدود وكذلك التحويلات الكبرى للمياه ما بين السدود، اذا لاكثر عداله في توزيع المياه. نخليكم تتابعون هذا الفيديو والسلام عليكم. اليوم ايضا انها في سد جديد وهو سد بوزينة الجهة الجنوبية للولاية من اجل التكفل بالمياه الصالحة للشرب، وايضا التكفل بالفلاحين المتواجدين في هذه المنطقة، ولا سيما وانها منطقة فلاحية بامتياز. هذا السد الطاقة نتاعو تفوق 18 مليون متر مكعب، وأيضا هو سد بمعايير تقنية تم الانتهاء منه، ولم يبقى إلا ربطه بشبكة الكهرباء. إن شاء الله في المستقبل سوف يفتح الخدمة.